السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ اكو جماعه راسلوني على القناه يردون عن تساقط الشعر وعن شلون يطول الشعر. اكو عده خلطات، واكو ناس ما تطيحهم واكو ناس تطيحهم، ما ادري شيء، بس تعتمد هاي الشغلات على مود انت مثلا المواد تجيب الاصليه. يعني انا حطيت فيها 3 زيوت اليوم، جربوهن بالبيت ان شاء الله انا مسوين لهن وناجحات 100%. يلا اول شيء عندك زيت اللوز، زيت اللوز. ثاني شيء زيت الخروع. طبعا عندنا بالعراق، انتم ما ادري بعد وطن العرب وايد دول باقيه، بس هو موجود هذه الزيوت، تختلف اسماء هنا يجوز ما اعرف، بس هي انا راح اعطيك الاسماء مالتهم. زيت الخروع، زيت اللوز، وزيت السمسم. هذني انواع تكون اصليه تجيبهن من مناشي عالمي. ما اعطيك انا الانواع ولا اسوي دعايه للشركات وهاي، بس انت جرب انا مجرب، يعني اكو بهن صار زينات اكو بهن ما يصير، يعني ما يجيب ناتج زين. المهم نجيب زيت اللوز. زيت اللوز نجيب من عنده 4 ملاعق مع الطعام، 4 ملاعق طعام. وزيت الخروع نجيب من عنده ما يعادل يعني 125 ملي لتر، يسمونه ملي لتر، اذا تشوفوا هيك شيء تشترونها مخطوط عليها خطوط مكتوب 125 ملي لتر، مو متر، لتر، يعني لتر الماء 125 ملي لتر. والزيت السمسم هم 4 خواشيك طعام، ملاعق خواشيك حسب ما يسمونه، عندنا خواشيك للبصل بالعراق، ايه خواشيك، حط خواشيك، ملاعق طعام، بس الملعقة كبيرة وليس صغيرة، مو صغيرة، الصغيرة الكبيرة. زين شباب، هذين تخلطن كلن سوا، تخلطن كلن سوا. احنا اذا عندنا مثلا زيوت مخلطن، المهم انا ما راح اعد لك شيء، المهم تخلطتن هاي. بس شلون تضيفه للشعر؟ شلون تضيفه للشعر؟ الشعر شو راح يصير اذا شعر طويل، اذا شعر نسائي ينفرد الشعر، ينفرد على هالحطه هاي، زين ينفرد، يسوي لك خط تخليه بهذا المكان، يعني بالفروه مالت الراس، بعدين نسوي خط هنا خطوط، لا نسوي يعني جو، المهم جو الشعر يصير هو كله يصير ينفرك الراس، فروة الراس تنفرك كلها. المهم اريد انه يكون ينزل زيوت، ما عادي خلي كل الشعر هو، خلي يصير بالشعر ما مشكلة. اذا الشعر طويل للمرأة مثلا الشعر اللي هنا اكو بيه تقصفات تصير بيمن بالاطراف الشعر، هم تخلي على الشعر مالته وهاي، وتلف الشعر اذا كان شعر طويل تلفه وتسوي على شكل يعني فد، ما اعرف شو يسمونها النسائيات، يعني فرن الشعر وخلينا فوق. المهم فتلبس كيس، اكو كياس يجي للشعر، وين ما عنده كيس لايلون علاقه برو، خلي الشعر زين ويشدهن، يشدهن خلي من ساعتين الى 5 ساعات، من ساعتين الى 5 ساعات، يعني اذا عندك انت وقت ساعتين، اقل من ساعتين لا تتعب نفسك. زين، واذا مثلا تخليه بالليل وبتقعد الصبح تغسل شعرك بالشامبو، من تخلص مجرد ما خلصت تغسل شعرك بالشامبو مرتين، يعني اقل شيء مرتين تغسله، مو ازيد، لان هو راح يبقى شويه ما يطيح يعني، بس بشامبو نوعيه زينه. والمي حلو، لازم تخلون مي حلو الشعر، تغسل شعرك. وان شاء الله استفادتوا، انا راح انزل لكم بعد مقاطع عن على اللحيه، مثلا اكو جماعه يقول لحيتي انا ما طالعه وشنو هاي، وقاعد يريد يعني يقول لي انا ما كامله لحيتي، فان شاء الله انزله عن الزيوت وها. زين شباب، يلا مشكورين شباب، ان شاء الله فيكم هذا الشيء، لان هو قاعد يلحون علي بالقناه نزلنا على هذا الشيء، مشكورين في مواجهه.